كل حي يعني هو سبق له تخدم، ولكن بقات باش يطلع ديال الجامع او شي دخله ديال المدرسه، يعني الرطوبه نكملوها من بين التوصيات اللي كانت في اللجنه الماليه، هو اننا فعلا كانت توصيه مهمه هو الى اشراك او ادخال شركه امونديس معنا، يعني اللجنه ديال التتبع، واذا كان شي نقص يعني حتى شي شارع عندهم ما كانش في الرباط ولا شي حاجه، ان حتى يتخاف مع الاتفاقيه هذه. الاتفاقيه هذه حضرنا في اللجنه ديال التخطيط واعداد التراب على جهه طنجه والحسيمه، مجلس جهه يعني اللي خدات واحد النقاش، وكان نقاش يعني الاتفاقيه الوحيده اللي خدات النقاش، لان فعلا في الجهه كنحسوا بشويه بالظلم. علاش؟ لان ميكي دعموا مثال العرايش، يعني مدينه العرايش ميكي دعموا في جهه مدينه الشيوخ، يعني تاهيل الاحياء ناقصه التجهيز الشيوخ، يعني مدينه الشيوخ. حنا قلنا حنا عندنا ثلاثه ديال المدن، كاين مرتين وضيط وفليطه، يعني خصني 10 10 10 30 مليون ديال الذهب. ولكن التوصيات اللي كانت في اللجنه كيبقى المجلس السيد المسير، لانه هو كيشوفها بواحد المنظور اخر، الاخوان الممثلين ديال الجهه كاملين زعما الصراحه ديال الاقليم راه دافعوا بواحد الشراسه داخل اللجنه، كانوا كاملين حاضرين ديال الاقليم دافعوا، كذلك ايضا نهار الدوره كاين وعود ان غادي تكون شي اضافه ماليه بالنسبه للعمل في مدينه الفليضه، نطلب الله خير ان تحقق. اذا تحب ندير نقاش هذه هي الرساله، ما نقدرش نزيد. هذه تاع المساله ديال السقي بالمفروض يعني تنظر له هذا، ما نظنش شي جماعه ولا شي جهه ربما تسقي مساحه خضراء بالماء نظرا للندره، خاصه ان واحد المستوى الوطني دابا ربما عندنا 25 ولا 26% نسبه الماء ديال السوق 26% غير مقارنه مع السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت 35%، يعني رغم ان ما طاحش ما كنهضرش على السوق ديال الشمال معدل المستوى الوطني، لان الشيء اللي قلنا جميعا اننا مساله دينيه، مساله النظره الدينيه هو تحدي ديال الجميع، تحدي ديال الانسانيه ماشي ديال الارباح والغرام. المساله اللي كان اللوم عليها شركه امانديس توفر يعني تيخصو الفلوس يعني انها توفر المسائل اللي هي اللي صراحه مشكله اخرى في المساله المساعده ديال المجلس الاحياء المستهدفه كذلك مرتي الفيلا حي ام الابيات حي القلعه حي السادات حي سميه الفريق مرتي الاطلس احد عدود الملاح سوان وحي الديزه وحي ام كلثوم وفيلا حي الاطلس. اذا ربما كاين مجموعه ديال التساؤلات كتطرح على شبكه خمسه الاحياء على بين حي واحد على شبكه اربعه، اذا يعني هذه تساؤلات هذا الذي يسمح لي بالنسبة لهذه الكونفونسيون اللي كنا كنعيدوا على شركة المهندس أنا كنت كنت في محاضرة باللغة الفرنسية. يعني يفترض أن التعامل مع مؤسسة اللي هي مثلا مجلس عمالة ولا انتخاب ولا إدارة بصفة عامة، خاص يفترض أن شركة التأمين الشركة ديال المهندس خاص ما خدمش المسؤولية ديال الحاضر معنا، المسؤولية ديال الإدارة ديال مؤسسة شركة المهندس، كان اتفاقية محاضرة باللغة العربية حتى مثلا كانت أصلا طيب هذه العام جيدا وما نديروش ماشي مساله ديال الفرنسيه ولا الطاجي، يعني هو مساله ديال اولا المبدا وثانيا مساله ديال القانون، انا خصني نتعامل معنا باللغه العربيه. ثانيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه كل شيء معاها ماشي كامل كل شيء معاها الاتفاقيه، لان هذا المشروع راه مشروع حار بدا بدا في جامعه مرسي بدا في يعني لقينا واحد حنا كنا يعني انسيميناسيون يعني على حسب قياس الضغط واش غيكون الضغط يعني كافي باش نسقي حتى المناطق الاخرى، لقينا ضروري خصنا واحد المضافه اللي غادي تعطينا واحد الضغط اللي هو زايد وكافي باش نقدروا اننا نسقوا هذه المنطقه هذه اللي هضرنا عليها ديال الكيلومتر 8 زائد حتى هذه المنطقه اللي هي مع الجهه هذه مع الباركي، يعني هذه المنطقه ديال المدينه باش نقولوا هذا للتوضيح. شكرا لك.
الاستاد ديال الحي والملعب ديال الكره بالاضافه الى الوحده ديال المتنقله اللي معرضه للوصول ديال هذه الوحده هذه حنا اللي معنيين كذلك على الضالع من الجامعه ديال العلميه يعني وحيله الاحصائيات ان المرضى ديال الوصول ديال ما كاينش عليه بزاف كاين يلا جوج او ثلاثه ديال الحالات يعني كاينش دابا عندنا واحد الطوبيس بزاف تهز هذا المطار جوج ديالهم مع العلم ان احنا عندنا اشكال اشكال في التكليف كاين في الليلة كاين في المدار كاين في الديوراج كاين في العلميون ارتقت في اطار المبادره الوطنيه كذلك ايضا مع الشركه مع مجلس العمل قلنا حنا نتبناو هذا المشروع هذا يعني هذه الوحده حنا نتبناوها يعني من خلال التزامات ديال المجلس وتسجيل هذه السياره باسم ديال القول بارك ديال المجلس Yeah.